Lebanese TikTok chef Abir Al-Saghir has gained millions of followers on social media for her short videos of recipes from around the world that she prepares with matching outfits and accessories. عبير الصغير عمري 23 سنة بطبخ بحب الطبخ I do cooking videos بطبخ traditional dishes from each country all over the world I know I'm not giving recipes but I'm giving vibes From a small town in Lebanon's West Baqa Chef Abir Al-Saghir has reached millions around the world with TikTok videos showing her cooking traditional dishes while dressed up with the corresponding country outfit. اخترت التبولة لأنه فيها كتير تقطيع لأنه ريحة البقدونس طيبة. I know I am not giving recipes, but I am giving vibes, Al-Saghir said. Passionate about fashion and cooking, the 23-year-old combines both in her short videos. She makes a living from a clothes shop she runs in West Baqa, but enjoys being in the kitchen the most. I love cooking. I love preparing things and being in the kitchen. Filming was meant to share this love with people watching, Al-Saghir said from her home's kitchen in Jebel Jenin, where she was preparing Lebanese traditional dishes. لمن أنا وصغيري بطبخ بحب الطبخ يعني بحب أعمل أشياء بحب فوت على المطبخ التصوير كانت to share this love يعني لحتى to share it with people watching أصور هذه الفيديوز عشان يحسوا نفس الفيلينج عشان يفوتوا على المطبخ like يعني في عن جد راحة نفسية بالمطبخ Al-Saghir handles it all by herself. She goes shopping for the ingredients, cooks, films, edits, and posts her videos. هلا بجيب الأغراض بفوت ببلش تصوير كله لحالي من الصفر. بصور وبطبخ وبكون كمان لابسي يعني طب صعب التصوير أنت ولابس ثيابك وشاوب وأوقات بكون لابسي أشياء مش مريحة بس مضطرة ألبسها يعني هايدي بترمز لهاي البلد هايدي كذا ف it's hard يعني بتاخد معي about 5-6 hours كل فيديو و to edit و to post يعني كمان بياخدوا معي كتير وقت بس في happiness يعني أنا مبسوطة بشو عم بعمل فالتعب بتحسه هيك بروح المطبخ راحة نفسية أنا برتاح نفسيا بالمطبخ بالبيكينج بس يطلع الكيك بس تقلب الطنجرة راحة نفسية يعني اللي بده يتعلم الطبخ أول شي ضروري يكون بحب الطبخ وبعدين تتعلم دوري أنا تعلمت لحالي هون عندي شوية لبس تراثي للبلدان يعني عندي القفطان المغربي عندي هيدا الدريس سلاطين الأتراك عندي كمان الثوب الأردني Al-Saghir's videos has millions of views on social media. One of them, she said, has 178 million, more than half of the population of United States. هذا الفيديو جايب 178 مليون فيو يعني أكثر من عدد نص سكان أمريكا خلينا نكفي اللبنية كل طبخة عندي أوتفيت جديد وكل طبخة حسب كيف عبير بتطبخ يعني بعمل ستايلينج أنا وعم بطبخ للأكل للتقطيعة للطبخة بالآخر مع الموسيقى فبعدني شوي ريليتد مع الفاشن يعني ما بعدت كتير عن التنسيق كنت نسق تياب هلأ بنسق طبخ هذا درع التيك توك بعتوا لي بعد ما صرت 5 مليون فولور على التيك توك هلا صرت 13 تقريبا يعني سو سون بيبعثوا لي 10 ومن بعد 15 هلا انا قررت هسه بدي اقوم روح على السوبر ماركت حاسبه حسابي يعني بدي اسمع هذا السؤال شي 20 30 مره شو طبخه اليوم ايه يعني بتصور مع العالم
I love إنه العالم بس تيجي تحكيني أو تقولي شيء بيقولوا لي إنه we're proud of you، كتير حلو اللي عم تعملي، عن جد زغطورة، عن جد مهضومة، يعني هذا الحكي حلو ينسمع. هلا أكيد إنه الطعم أهم، بس الشكل كمان له دور كتير مهم. يعني الأكل إذا ما كان شكله حلو ما حيتخيلها الشخص إنه طيبة، سو الشكل كمان كتير مهم. The young social media sensation started her TikTok account in early 2021, first posting fashion content before turning to food. She has now posted videos for traditional dishes from more than 90 countries and gained more than 12 million followers.